مشاهدينا، لا ينجح الكثير من الناس بالتخلص من أوجاع الظهر والرقبة رغم تعدد أساليب العلاج، مما قد يضطر الكثيرين للجوء إلى الجراحة والتي تعد آخر الأساليب التي يلجأ لها الأطباء نظرا لصعوبتها والمخاطر أيضا الجانبية التي قد ترافقها. لكن الآن هناك تقنية جديدة قد تغني المرضى عن الجراحة، حيث يقوم أطباء في أمريكا وكندا باستخدامها، والآن ولله الحمد أخيرا هي في الشرق الأوسط وللمرة الأولى. ما هي هذه التقنية؟ نتعرف عليها مع زميلة رشا الكتبي. قد يجلس معظمنا بهذه الوضعية لساعات طوال، وقد يؤدي هذا السبب إلى اعوجاج في العمود الفقري وبالتالي آلام في الظهر وكذلك في الرقبة. الجراحة هي الحل الأمثل لكنه حل صعب للكثير منا. لكن بعيدا عن الجراحة، هناك تقنية جديدة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تعتمد على موجات الصوت لعلاج أوجاع الظهر بعيدا عن الجراحة. نحن هنا في هذه العيادة في دبي مع الدكتور توت كيهل. Hello دكتور and welcome. وهو سيطلعنا أكثر عن هذه التقنية. Welcome دكتور. أهلا بك دكتور، هل لك أن تطلعنا على هذه التقنية الجديدة؟ هذه هي الآلة التي نستخدمها في العلاج وتعتمد على معالجة العظمة الأولى وأعلى العمود الفقري. وعندما نقوم بتصحيح وضع هذه العظمة، نقوم بتصحيح وضعية بقية العمود الفقري، لأنه عندما يكون هناك التواء في العمود الفقري يؤدي ذلك إلى عدم تعادل عظام الكتفين وعظام الورك، ويؤدي ذلك إلى انكماش العضلات فينتج عنه عدم تساوي الساقين وتكون واحدة أطول من الأخرى. إذن كيف تعمل هذه الآلة؟ تعمل هذه الآلة على منطقة ما تحت الأذن، ونكون مسبقا قد أخذنا أشعة ودرسنا وضعية المريض وحالته وما يحتاج إليه، فتقوم الآلة بإرسال موجات صوتية، تقوم بإرسال ارتجاجات للمكان وتعدل وضعية العظمة معيدة إياها لوضعها الصحيح. هذا أحد المرضى كريغ موريس الذي عانى آلاما مبرحة في الظهر. قدم إلى العيادة على كرسي متحرك ويخضع لجلسات العلاج منذ عدة أشهر أظهر فيها تحسنا ملحوظا، إلى جانب أنه وزوجته ينتظران طفلا بعد أن قيل له أنه قد لا يتمكن من الإنجاب. الآن باستطاعة كريغ المشي والسباحة. هل لنا الآن أن نرى كريغ يتلقى العلاج؟ في بداية العلاج نقوم بقياس طول الساقين كما شرحنا سابقا، واليوم نستطيع أن نرى أن ساقه اليسار أقصر من اليمين. ثم نرى إن كان هناك أي انتفاخ في محيط رقبته وكتفيه في مكان الأعصاب، ولديه بعض الانتفاخ اليوم، ما يعني أنه بحاجة إلى إعادة التوازن. ونقوم بضبط الآلة تبعا لحاجته. ونضع رأسه بالمكان الصحيح ونقوم بإرسال موجات الصوت وهي غير موجعة. نقوم بفحص رقبته التي اختفى منها الانتفاخ مباشرة. ثم يستلقي على بطنه لنفحص طول ساقيه التي يبدو أنها متساوية الطول بعد جلسة العلاج. ما هو عدد الجلسات التي يحتاجها المريض وما هي الفترة الزمنية التقريبية للعلاج؟ يحتاج المريض عادة بين 10 إلى 15 كمعدل متوسط، ولكن بحسب الحالة وتحسن المريض يتم تقرير ذلك. Thank you very much doctor for being with us today. Thank you. بالفعل مشاهدينا، تقنية واعدة قد تغني أولئك ممن يعانون آلام في الظهر والرقبة من اللجوء إلى العمليات الجراحية، وأنا بدوري أتمنى الصحة والعافية للجميع.